شعبيه واللحمه تبقى كتير. دول تمن لحمات البت شاهين، ودول تمن لحمات البت صباح، ودول تمن لحمات البت صفيه، ودول تمن لحمات البت عدليه. زكي تعالى يا دكر، تعالى يا دعلي. اما تعمل ايه؟ ربنا يخليك ليا. تعمل ايه؟ انت بتلم الفلوس ليه تاني؟ اما تعمل ايه طيب عشان نبقى عارفين طيب؟ اما اوزع فلوس اللحمه بتاع ايه؟ كل سنه وانت طيب يا دكر. ما احنا بعنا العجل اللي ورا الجاموس عشان نكمل اللحمه بتاع العيال، ما قلت لك هات وخلص وخلينا نخلص من ده مشوار. طيب مين اللي بحسبه معاك؟ طب ما انت لحد دلوقتي ما حسبتيش، ما انا سبعت لك الفلوس مع الواد شلبي. استني بس اعمل لك كوبايه شاي وعمر دماغك يا بكر. طب قوم اعمل كوبايه شاي. ماليش غير في دي المسالك. قوم وهاتي لقمه. لقمه مش انت طيب النهارده؟ ليه والنهارده ايه؟ النهارده تسعه. مين؟ مين؟ عم ابو ذكري. مين؟ شوف مين؟ بتاع الميه. ميه؟ يا اخويا مش اجازه النهارده؟ مش النهارده وقت مش حسبت واتنططت وكنت هنودي للعيال يا بنت الفجريه؟ ما انا عارفك انت، عارف. شوف عليك يا ابني يا اخويا. ايوه. كخيبتي يا خيبتي. بتاع الميه يا حاج. كام؟ عليك 219. هتاخد الاصل ولا هتاخد الكعب يا عم الحاج؟ يا عم استنى هنديك الفلو. هات يا بنت الحلو. خد ال 200 بتاع البنت صفيه. بلاش 100 تاكل النهارده. اتفضل. يا عم 219 انا متجايب من بيت ابويا، قاعد 19 جنيه ولا تاخد الكعب وامشي. جميل. ماشي. حسبت ايه؟ حسبت ايه؟ ما كانش على بالي ولا على خاطري. انت نهار ما نهار ما تنبر وتحسب الحاجه مش هتعدي بخير ابدا. ولا يهمك يا حبيبي، دخلتك علينا ب 60 قد الميه. طب ما احنا بعنا العيش اللي ورا الجاموس، هنبيع ايه تاني عندك؟ يا ابوي دخلتك علي ب 60 قد. خبر ايه؟ مين؟ عم ابو ذكري. مين؟ بتاع الكهرباء. بتاع الكهرباء. $915 هتدفع ولا تاخد الوصل؟ سنتك سودة. روح يا شيخ ما تبعت تاكل قبل العيد. ده فلوس حكومي يا ست. حكم عليك وخدم. عد 919 خلينا نخلص الراجل ده مالوش دعوة. ده موظف حكومي ومات. أهو. خد يا أخويا خد. خد. خد يا أخويا خد. يا ست دي فلوس بتروح للحكومة مش بناخدها إحنا. ماشي سلام عليك. خلي عندك زوج وتعالى بعد العيد. ما تقعد تعيش يا ابن المرة. ما تزعلش روح. بيع العيش اللي ورا الجاموسة، بيع العيش اللي ورا الجاموسة. لكن بعنا العيش ولا جبنا لحم ولا ودينا العيال، يقطع البنات ويقطع خلفيتها ويقطع سنتها السودا. ليه ونسيت خاطبة بنت ابنك؟ بنت ابن مين يا اختي؟ خاطبة ابنك يا اخو، مش وانا اول واجب ناس اللي دي. يعني بيع نفسي انا؟ ما تزعلش على الهدوم. انت في البيت عندك بيت عيش. بس من عيش. وهو العيش احسن منك. ما تروق بالك انت يا اخويا، ما تقولش هم الدنيا. طب انا هروح فين دلوقتي اجيب فلوس انا تاني؟ معاك قد ايه بقى انت؟ معايا 200 جنيه. هات لهم صليبه ولحمه راس. ونتفضح قدام الناس ونزيد انا كلكم وخطيبه ابنك كوم. طب ده انا اوديه ليه يا عم؟ دي هقول لك انا، انت بس ايه؟ ريح لك ساعتين لحسن تشل ولا تجي لك جارتك. انت هتشليني؟ انت مره مبصره، مره بتعمى، ده بتحمليني فوق طاقتي. وانت يعني لازم تشغل السخان كل يوم؟ تشغل السخان؟ اقول لك يا ابو شلبي نكسر ليه؟ تقول لي لا. يا ابو شلبي حرام عليك، تقول لي لا. السخان شغال لي ونهار يا اخويا. انا اعمل لك ايه؟ مين؟ طول السنه يا اخويا ميه وكهرباء. طلب من تحت، طلب من تحت البلاطه. انت بس بلاطه مين؟ لا طلب من تحت البلاطه. انا كده بعت العيش اللي كان حليت لي. حرام عليك يا رب تسلمك يا اخويا. هو كل ما كلمك عشان نود واجب للبنات وكل سنه تبقى سنه سود علينا. وانا بعمل ايه عشان تسرق البلاطه؟ طب امال مين ما يقلبني في الليل وانا نايم؟ امك ما تعد الكشكات عليا. امك ما تعد الكشكات؟ ايوه يا اخويا. ام المره الغلبانه الكبيره في السن بتاعت الكشكات. انا خسرت كل بتشق عليها في البلاط.
وانت كل شويه تحاول لبناتك وتقول جواز بناتك وتعالى وخربت البيت وتكتيه. يا مين بتاعتك يا ابو شلبي؟ خلاص محدش كلم، بس عشان الام ما تسمعش جوتي تفضحنا. خلاص بصوت امك اللي يجرف. مش بقول لك خلاص انا عميتين امك. انا سامع. قوم اعمل كوبايه شاي عندنا يا عم. قوم. على بصوت امك. يلا يا واطي يا بنت الكلب. الجاموسه بتنعل. ربنا بعت لنا حد في البت دي ولا الجماعه دول ما يرجعوش في الكلام. هذا ايه ده؟ انا جاي لك قهوه قهوه قهوه. انا ده ايه ده؟ شاي ده؟ ده شاي. انا جاي لك قهوه. والله العظيم انا ما عارف انت وقعت في رقبتي ولا وقعتك انت طين ولا وقعتك انت بالظبط. ما يجوش الجماعه دول يغوروك حتى وياخدوك من غير حاجه خالص. هذا ده ما افتكروكيش بأي حاجة، لا طر لحمة ولا في حتة فاكهة ولا حاجة خالص. أنت قعدت في رقبتي؟ والله العظيم أنا ما عارف، أنا عايز أغورك حتى بأي حاجة، مش عايزهم يجيبوا حاجة بس يجوا ياخدوك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا يرحمنا يا رب، ربنا يرحمنا وحد يجي ياخد. مش عايز منهم حاجة. العيد ده الناس ما تجيب لحمة، فاكهة، عنب، عنب، عنقود، عنب. أنا عارف أكلم مين. ده أنت ده أنت خليت مخ راح. روحك روح 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 يا شيخ. أبو زكري. اتفضل تعال. السلام عليكم. ازيك يا أبو شالك؟ ازيك يا حاج؟ أوك أوك. بتعمل ايه؟ وحياتي ابوك تمرض معايا في الجان الله يخليك. امرك ايه؟ ما انت انا ما اخدش في المشوار تقول امرض في الجان. ما اخدش من وراك غير عطل الحال. المهم جالك بس في خدمه كده. قول يا اخويا انا تحت امرك، انت عارف. كنا انت عارف الباتش اللي ورا الجاموسه بعناه. جيب بتاع الميه خد 920 وبتاع الكهرباء خد مش عارف قد ايه. واو 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 واو. فبصراحه الله الفلوس عجزت معايا، ما وديش واجب لبنت الحاج سعيد. طيب انت ليك كلام معاه وهو حبيبك قوي. المطلوب مني ايه؟ توصل له تقول له بس السنه دي سامحني بس في الواجب. يا ابويا ما انت غلطان، حد يناسب ده؟ هذا تلاقيه قاعد لك على الباب مستني الواجب ومستني اللحم. يا عم الواد مع شعلك فيها، طب هنعمل له ايه؟ يا راجل برضه اديك شايف ان انا ماكل بدنجان على العيد، هو تلاقيه قاعد مستنيك. طب انت وصل له بس وخلص. يا عم اوصل لمين؟ ده هيفضحك في البلد ده. احنا بينا وبين بعضين فشكيله. تبقى فشكيله يعني بالسهل الفشكله، ما هيدوس في الذهب وهيدوس في كل حاجه. يدوس. انت مش عارف ده عشان خاطر كيلو لحم هيهترك في البلد كله. العيد جه وما جابولهاش. روح عند الجزار الدلدل واقول له معلش فلوس وما تجيبش شوك على قلبه. يا عم الناس ما تحلم، هو لازم نبذر يعني؟ قد الكيلو هات كيلو، قد الاثنين كيلو هات اثنين كيلو، مش قدهم خلاص. طب والحريم نعمل فيه ايه؟ مش تروح تعبي لي بال 10 كيلو وتستلف على قلبك. طب وصل له زي بعض. طب يا عم ده هيفضح. كان عم وصل له خلاص خايف مليان. والله عارف ده، انت جيت اتصل بكل جيرانه وحبايبه بيقول لهم ابو شالب ما زرنيش على العيد ولا جاب لي خطيب البيت ابنه لحم. هيفضح في البلد. انت غلطان في الناس ده. حاضر يا عم. مش تيجي معايا انت؟ لا انا ما اقدرش اروح، لان حرامي اسمع. طب اتصل عليك من هنا. لا اسمع. ماشي. يلا. انا مستني منك تليفون. ماشي. انا ما كنت بدنجان اهو. سيب يا راجل. حاضر. يا حاضر. لك الله. حاضر. طيب سجل. يا حاج سعيد. اتفضل. السلام عليكم. كل سنه وانت طيب يا راجل يا طيب. طيب ابو زيد. بس فضل. انا زعلان منك. ليه يا حاج؟ اتفضل. زعلان منك صحيح يعني؟ ليه يا حاج؟ اتفضل. يعني ضاقت في وشك ما لقيتش غير ابو شلب وتناسبه؟ نعمل ايه؟ كانت جوازة سودة. يا راجل يا راجل ده هاترك في البلد، امال يقول الحاج سعيد اتصل علي ويقول لي هات لحم واجب للبت، هات لحم واجب للبت. يا راجل ده جعان. يا راجل ده هم ناس ما عندهاش دم اصلا. يا راجل ده جعان، ده حد الناس ما عندهاش دم ولا جعانة. ما ده جعان. ايامنا احنا كنا ما نودي يا عم. طيب احنا دلوقتي في احنا نشحت ونودي الواجب بتاع البنات وبتاع ده. هو انت ما اتصلت ولا عملت وهاترك في البلد.
كل شويه يا اخواننا الحاج سعيد امال يرن علي عشان اودي واجب كمان للبيت. هرن علي عشان اودي واجب للبيت كمان هترني في البلد. امال ايه يا عمي؟ يا عم انت تريحنا من صلى على النبي. دقيقه واحده اسمعني بس، ده انت غلطت من البدايه انك تسبت ده، عارف ليه؟ ده طول النهار قاعد عند الجزار تمام، الحته الشغت يقول له ما تلقحهاش هتهين، ما تلقحهاش هتهين، عايزه يجيب لي بنتك واجب ويجيب فينا. لا دي ناس انا ما كنتش عارفها والله يا راجل، عيب عليك. عيب لا هم ما يعملوا فيها كده ويجيوها بيت يا ابويا. ده انا طبيت عليه لقيته ما ياكل بدنجان، بدنجان هيجيب لي بنتك يا عم. انت تريحني يا ابو ذكر، انت راجل صاحبي واخويا وتخاف عليا، هنقطر بعض عليه. اه يا عم. يا دي عبده. ايوه يا ابويا. هات له هذا البوكجه بتاع دوت، هاتهم له. خد الجديد ايه؟ بالهدوم اللي شويه الاهالي كده كده شويانا. شويه جايب لها دول بس. هم دول الاول عناخ. بنت الحاج سعيد على سن ورم. امال ايه؟ ايه يجيب لها دي؟ لا انت روح اديهم لهم نبره رايحنا وقول لهم مش لازمنا خطوبه ولا لازمنا حاجه خالص. بس هقول لك على حاجه. اتفضل. انت غلطان في الاول والاخر يا حاج سعيد. ايوه انا غلطت، المفروض انا اجل بيت. اخطب لبيتك وما تخطبش لبيتك. ايوه المفروض اخطب. يا ابوي دول ما يكملوا عشانهم نوم. لا يا عم احنا واحيانا ما يجيهمش نوم. لا يا عم عشان ايه؟ ده البنت تاكل رغيف وترمي 10 الخارصه دي. وشوف هو اللي عايزني ويرن ويفصل. يرن ويفصل. يرن عليه انت. يرن ويفصل. وجع راسي، رنيت عليه قال لي شفت الحاج سعيد جاي يقول لي ابعت واجب للبيت. قلت يا راجل ان الله على عبيده سطار. انا قلت له كده. يا اخ والله ما حصل مني. قال لي طب تعالى للبيت انا عايزك اوريك الدليل بعينك. رحت يا اخوي لقيته ما ياكل بدنجان. قلت طب كيف ما ياكل بدنجان ده وهيودي للبيت عشان الحاج سعيد واجب؟ مش لازمنا منه حاجه. لا يا عم انا نروح نلقحهم له في وش. لا يا عم روح لقح شويه الهلهيل دول وراح دماغهم. انا نروح نلقحهم له في وش. روح يا عم ربنا يسكت عنك يا ناقصه. لا ما هو بيعمل كده وهي جوا بيت. يا ابو زيك تعال تعال يا عم. عملت تعال. ايه؟ تعال اقعد يا عم اقعد. اقعد انت اللي تبعك وروح مشاور تاني براك غلطان. ليه؟ تجيب لي الاهانه والبهدله منه. ياخد الحاج سعيد اللي مختاره. يا عم اقعد ساكت انت. ايه؟ ده انا اول ما دخلت عليه. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا جاي لك من طرف ابو شقلب، ما لحقتش اكمل ابو شقلب. ما لحقتش. الراجل المعفن اللي ما فكرش يزور البت بتركيله بلحمه ولا الفكر مش عارف ايه والكلام ده كله. يا عم اهدى اصبر يا عم الحاج سعيد اصبر. ده ابو شلبي ده ابو الكرم كله. ده ابو اللي يعني ما اقولكش. قال لي اسمع انت جيت في وقتك. عليها الطلاق لقدام عينك لاحرق الهلاهيل اللي جايبها لها الواد. حرق الهدوم؟ شقى ابنك وشقى تعبه وسنين في الغربه. اقعد. حرق الهدوم؟ اقعد استهدى بالله يا راجل اقعد. مسك كم عبايه على كم طرح على كم على كم. وراح مديهم عود يا حاج سعيد يهديك قطعك ده عرق الواد وشجاه. قول ابدا علي دي خارصه وطارشه. ده احنا رضينا بالهم ولا مش راضي بيه. قال دي حفت عليها الناس كلها وهو اللي مش راضي. حفت عليها؟ آه. هو فين حتى هو الواد يا راجل؟ روح. قال ده يا كده قال لي عليك كلام. اما تقعد انت قال فرح الجزار تستنى ترشغت اللي هيلقحها تاخدها انت. بس ادي يا عم انا هوصل. روح. بس روح. انا هروح. ايه يا عم ده ما عندهاش دم ما يودي لها. لا هو ما على قلب امه قد كده. حاج سعيد. حاج سعيد. ايوه. السلام عليكم. تحت بركاته. يا عم ابو ناسف. انت مالك انت؟ مالي؟ انت مالك وانت داري هترجع في البلد؟ ان انا بعت لك على لحمه العيد بتاع البيت. انا ما حصلش. انا حصل مني كده ليه؟ ما حصلش يا عم الحاج الكلام ده مني. وانت بتولع في هدوم الواد ليه شجاع وتعب وطالع؟ انا ما ولعت في هدوم حد لان انا مش صغير ومفيش كلمه تعديه. يا ابو ذكر اللي قال الكلام ده. انت بتحكي فيها للبلد دي. لا ما حصلش مني. اوك البلد زي حالتك. ما حصلش ده انا جبتها بذكر. خش جوه شوف مزرعه الكلاب بتاكل قد ايه في اليوم. يا عم الحاج ما حصلش مني. ما حصلش ده انا اللي بعته. الكلام ده جبته عند مؤامره. ما ابو ذكر كان عندك وما ياكل بدنجان. بدنجان؟ بدنجان انا ما اكل بدنجان؟ ايوه. اما الراجل لواط صحيح اللي وقاعد يكلمني كلمتين وابو شلبي اترك في الدنيا كلها. ما حصلش. ما حصلش. انت فكرك عشان انا بنت خالص انا مش عارف اجوزها. ما حصلش يا عم. يا عم انت ما تلزمنيش. انا اديت الهدومات بتوعكم. ده قال لي ولعت فيهم. لا يا عم انا اديتهم له فيديو. يلا مع السلامه من هنا. يلا خلص عاد ما تجيش هنا تاني. ايه النسب الاسود ده؟ ربنا يرزق البنت عاد باللي احسن منه. عشان خالصه ده انا اجيب لها وعلى رقبتها يا حاجه ليه. انت يا ابو زفت. اهلا يا اخويا. اهلا. فضحت الحاج سعيد في البلد ومقول له على اللحم وش اللحم والكلام ده كله.
انا عايش على البدنجان. ماله البدنجان؟ انا باكل بدنجان. ما هو كله حديد اهو يا راجل. عيب عليك يا راجل، يا راجل حرب على امك. كله حديد.